احنا معانا عبر الهاتف الاستاذ كمال ريان، متخصص في شؤون مجلس الوزراء. اهلا بيك استاذ كمال. اهلا وسهلا. يعني استاذ كمال، اتحدث اولا عن الخبر بخصوص السياحه، ما الذي دفع رئيس الوزراء ان يعطي او يدلي بتصريحات بخصوص السياحه؟ هل هي فقط ما خرج عن موديز مؤخرا بخصوص ايراداتنا من السياحه، ام هناك دوافع اخرى يعني دفعته للادلاء بتصريحات بخصوص السياحه واحنا الملف ده بقالنا فتره طويله نتحدث عنه؟ لا، الحقيقه التصريحات جاءت خلال اجتماع لجنه خاصه بالسياحه داخل مجلس الوزراء. هذه اللجنة تضم عدد من الوزراء. الحقيقة اللجنة بتجتمع بشكل مستمر، فيها وزير الطيران ووزراء المالية والآثار والسياحة ومحافظ جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، وأيضا بيحضر ممثلي الشركات السياحية. اللجنة بتبحث طبعا سبل زيادة النشاط السياحي، الحقيقة سواء ده بيكون من خلال حاجتين، من خلال إعداد الأماكن السياحية وتطويرها وزيادة هذه المواقع طبعا في مختلف السياحات لجذب السياح. يعني بالأمس كان فيه موافقة على توفير اعتمادات لتنفيذ مشروع متحف شرم الشيخ أو الانتهاء منه، وكان بدأ تنفيذه فعليا لتمهيدا لافتتاحه في أقرب وقت. وكان فيه أيضا عدد من المبادرات الخاصة بتشجيع رحلات الطيران منخفض التكاليف لبعض الأسواق السياحية في مصر. كان فيه أيضا إجراءات فيما يتعلق بتشجيع السياحة في الأقصر وأسوان، وكان فيه مقترح بفتح متحف الأقصر والمتحف المصري بالتحرير ليلا في إطار جهود جذب السياحة. ويعني أيضا تم الإعلان أنه هيتم حاليا أو يعني قريبا إصدار القرار الخاص بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة وتفعيل دوره، وأنه هو يعني هيكون فيه جلسات قادمة لهذه اللجنة لدراسة مقترحات تعديل القانون الخاص بتنميه شبه جزيره سيناء بما يكفل زياده النشاط السياحي. طب استاذ كمال، هل تطرق هذا الاجتماع بقى لتصنيف موديز الاخير، مؤسسه متعلقه او يعني مختصه بالتصنيف الائتماني، وكان في ليها تصريحات مؤخرا او يعني وفقا لتقريرها عن مصر خلال الربع الاول من العام الحالي بانه ايراداتنا من السياحه هي الاقل منذ 1998؟ وبالتاكيد طبعا يعني حتى قبل ما يصدر التقرير، طبعا وزاره السياحه عندها هذه الاحصاءات بشكل مستمر، فيعني هي يعني قبل ما تكون عند تقرير الدولي هي موجوده في وزاره السياحه هذه الاحصائيات، وفي متابعه لحركه السياحه وايراداتها بشكل مستمر. وطبعا كلنا نعلم يعني انه في انخفاض كبير في عائدات السياحه خلال الفتره الماضيه منذ يعني ثوره يناير 2011 وما تبعها من احداث كثيره. بالتاكيد طبعا كلنا نلمس انها اثرت كثيرا على النشاط السياحي، اللي يمكن عشان كده لجنه السياحه بتعمل جلسات مستمره لاعاده هذا النشاط لمكان عليه. في امبارح قرروا ايضا يكون في حمله دوليه لتنشيط السياحه، والاول مره هيشارك فيها القطاع الخاص، هيكون في حملات ترويجيه ضخمه في الاسواق اللي هي معروفه ان هي بتصدر سياحه لمصر. وزي ما بقول هيشارك في القطاع الخاص، وهيكون يعني حملات مستهدفه بالاضافه الى حملات اخرى للتوعيه باهميه السياحه. دي حملات داخليه توعي الناس المواطنين المصريين. استاذ كمال بقى من